اه طبعا، يعني هدف جميل جدا، لمسه ساحره من سيدوروف الى روبينيو، وزلاتان ابريموفيتش حطها بمهاره فائقه يعني. ولو نلاحظ الهدف اللي احرزه برضه زلاتان ابريموفيتش امام فريق بايرن ميونخ كان في الدقيقه الرابعه، معنى كده ان التركيز عند اللاعب ده عالي جدا، بيدخل المباراه من اول فرصه او تاني فرصه تقريبا بيسجل. شفنا هدفه امام بايرن ميونخ لما راح انفراد بالحارس مانويل نوير، وشفنا النهارده هدف احرزه بالكعب جميل. سكيلز المهارات بتاعت اللاعب ده عاليه جدا. زلاتان ابريموفيتش من اللعيبه اللي بتدخل